واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الناس بيقوا جسم واحد، تعب الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. انتصرت الفاجر لأنه وأطيعوا الله برجل واحد. والكلام الحاصل في الفاجر ده حاصل في جميع أنحاء السودان والشرق. شفت 570 قبيلة دي على قلب رجل واحد، حتى ما كانوا يسموا حواضن جوا البلد من قبائل الحواز ما مشوا، المسيرية مشوا، الرزيقات مشوا، كلهم مشوا برسودان، البني هلبة مشوا. السلامات أنا شايفكم مرة في الحصحيصة ومرة في فيديو حطاب وتقولوا ديل بتجاهلوكم وما بدوكم عرباء، ما شغلينك حطب نار يا أخي. بيسمكم السلامات من اسم السلام يا أخي، البسو دارين تصلوا لشنو؟ هل معقول انتوا لازم مصدقين انه تهزم الشعب السوداني عشان ما يموت عشانه؟ ما داري مستكتر عليك اللاند كروزر القتالي، هو طبعا ما عنده طريقه ثانيه يجيب لاند كروزر القتالي، هو ما عنده ذاك. ولكن اذا انت مستكتر عليه الكلام ده، هو مستكتر عليك هسه، باقي لك لما نحكم حيديك شنو يعني؟ هو ما كان ما كنتوا دوله، هم ما كنتوا دوله، هعمل شنو ادوكم شنو؟ يا جماعه خافوا الله، توبوا الى الله. والله انا نصيحتي يعني نصيحه خاصه، لانه الجيش ده شغله تاني غريب يعني. أي زول يخد سلاحه وشوف له طريقة يختفي. وطبعا دي تبقيته مبغوضين في أي دولة بالمناسبة، ما تسمع التجريم الشغل العمل بالفارس. التحية للفارس إدريس، معليش يا السيد السفير تسمح لي أطلق عليك اللقب ده، أنت الحارس واسم الحارس أصلا ما محتاج وصف، اسم على مسمى، لكن نستميحك عذرا نسميك الفارس إدريس. وخدتها قدام تقبى الفارس الحارس إدريس نايت. والله بيان ضافي وافي بالقانون الدولي بمقررات مجلس الأمن وقراراته بنفذ إدانة كاملة. والله تاني محل ما تمشي زول يقولكم ما في الحسة بيحشدوا فيكم دير، كان في ليبيا، كان في تشاد، كان في أي دولة من دول الجوار دي، هسه ما رفعوا يدهم منكم، هسه الوقود ما قالوا تدخلوا اللي اشتريتوا بقروشكم من الجنوب ما بخش تاني. تاني كان مشيتوا لهم بيتبروا منكم، لأنه العال التجريم ده مسألة وقت. انت مهما طول الأيام، اسمعوا كلامي ده، مهما طول الزمن أمريكا حتكيف ضد القانون الدولي، ضد حقوق الإنسان، ضد القيم، حتقول ما عملوا جرائم، حيرفعوا يدهم من الناس دي. بريطانيا بتقدر تقول كده؟ لا، حيرفعوا يدهم من الناس دي المضطرين بالقانون، حيجرموا وحيجرم كل من دعمهم. وتاني حتبقى وصمة عار إنه يمشي ليبيا، في ليبيا هسه بيستقبلوكم دي حيتبروا منكم. وفي تاج بيدعموكم دير حيتبروا منكم، جنوب السودان حيتبروا منكم، ما في زول حيتبركم في الدنيا. فانتوا لانه في الاخره، الاخره اللي حكيت لها حقتكم يعني ان شاء الله قال يتوب عليهم ويعذبهم، الجنه والنار حقت الله ما حقتي انا. لكن ربنا قال اللي بيعمل كده بخش الجنه واللي بيعمل كده بخش النار، انا بدخل النار، ربنا ما كذاب. فانت ليه لما داير تركب دار تجي شندي ما بتركب بصات ماشى الضعيف، داير تمشي بورسودان من عطبرة بتركب البصة الماشي بورسودان، لو ركبت البصة الماشي حلفة ما بتصل بورسودان. الداير يمشي الجنة بيركب الجنة دي، سعى لها سعيها بيركب بصات الجنة، والداير يمشي النار بيركب بصات النار، بعدين لا يلومن إلا نفسه. فإنتوا بتعملوا فيه ده ما في زول في الدنيا ما بتجرب. أمريكا جربته، بريطانيا جربته، تحاولوا يجربوا الكفار ما عندهم دين، العالم بليجمع أهل السودان ما في زول ما جربوا. يعني أنتم ما ممكن تكونوا ما شايفين إنه اللي بتعملوا فيه ده غلط، والزاد زول بيقبلكم ما في، لكن حاولوا يختفوا، حاولوا يختفوا. الواحد غايته يختفي من الطيارة الشغل الجديد ده، واختفي من العمل الخاص، لا ناس العمل الخاص يلقوه. وشوف لك طريقة تخفى حجاباتك دي، شيطانك ده خليه يخفيك، لأنه ناس العمل الخاص دي بالمناسبة الشيطان بيكاتلو والشيطان بيظهره. شوف لك طريقة اختفي، لأنه ما في حتة تمشي لها، حيموتوا كلهم بإذن الله مع كل يوم. هتسمع قائد مين لن تسعنا معهم هذه الأرض. لما نسينا قائد العام هنا هندمر الدعم السريع والمتمردين، خلاص ظهر التدمير، ما في حاجة ولا زول، ما نزول. والقوات اللي بقت جاهزه دي لما تمشي ان شاء الله هتخش المناطق دي هتكسحها كسي، وما هيكون زي زمان تاخذ زمن زي ما اخذت المتحركات.
بتاع عرين الأسود وغيره عشان تصل للمهندسين. لا لا لا، المرة دي شاش وبشاشة بس. ناس عرفوا قاتلوا عدوهم كيف، ناس جهزوا يتدربوا وعملوا التمرين ده 100 مرة، إسناد كامل دي بأسباب الدنيا. أنا بتكلم إسناد مسيرات في متحركات الصغيرة، والمسيرات الكبيرة معاهم، والطيران الكبير معاهم، والسيطرة والسيطر والقيادة، وكل شغل بروبر ده بأسباب الدنيا. لكن إحنا ما نتصل بالكلام ده، نتصل لأنه إحنا الحق وإنتوا الباطل. أي زول دعامي أو واقف مع الدعم السريع بأي شكل من الأشكال من الداخل أو الخارج هو على باطل. وربنا قال هو الذي قال جاء الحق وزهق وإن الباطل كان زهوقا، ويمثل الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نحن على نتصل لأنه نحن الحق، ولكن هتزعل وهتضر. نحن الحق وإنتوا الباطل، بس انتوا هتنهزوا لانه باطل، وكل واحد موتوا شر ميته شر ميته. مش لو جعرت ولا هنا ما في زول بيشير عليك فاتحه، الناس سيظل يدعو عليك في قبرك الى قيام الساعه. الى قيام الساعه هيدعو عليكم، مش يدعو عليكم. نحن نبشر الناس بالعمل الخاص، القوات الارضيه والقوات الجويه والقوات المسيرات. والله شباب زي الورد، والله شغل بسر البال. ده هذا ما يلينا في الدنيا. كون تجي قوات أممية ما بتجي، الكلام ده بالقانون الدولي في مجلس الأمن ما بمر نقطة سطر جديد. كونه منوها طيب كان الحاجة دي مع الدعم السريع، هل أمريكا أو بريطانيا هيجيبوا قوات زي ما عملوا في العراق عشان يجيبوا مع الدعم السريع؟ طبعا لا، ما ممكن. يبقى ما في زول، ما في زول بيجي، والبيجي يكون مصيره مصير 600,000 القتل أو جرح أو مزقوا في السودان. هنا ده أفريقيا دي نطفت الحمد لله تماما من أي شتات، وأسي أكلمنا بخرطوم دي حتنضف تماما، مدنة خرطوم سنار الدارفور كردفان تاني وسخ ما في. تاني زول يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم تغي صالح قاعد بعيش، سوداني قاعد بعيش، ما في تاني وسخ ولا في فوضى ولا في باطل ولا في كلام حاجة باطل يراد به حق. تاني ما في، ما في، كله في بس السودان للسودانيين. والحرب ميزت تماما، ما محتاجين ندي أي توصيف. تعريف سوداني ده اختلف بعد 15 أبريل تاني، منو يطلق على لبس السوداني اختلف. وقفت مع الجيش والشعب السوداني انت سوداني، وقفت في النص ولا مع الجماعة ديك انت مع سوداني. نقطة سطر الجيش. السلام عليكم شعب السوداني، إن شاء الله تكونوا بخير، مساء السعادة مساء السرور. يا رب العالمين ترد قربتنا، ترد كل النازحين واللاجئين إلى أماكنهم يا رب. أرحم موتانا واشف جرحانا وعود حميدا للمفقودين يا رب العالمين. الأوضاع السياسية، أول ما الأوضاع السياسية، الأوضاع اللي راهنا الآن في السودان اللي هي عمليات، أول موقف العمليات لقوات الشعب المسلح والقوى المشتركة. دائما نبشر الشعب السوداني لأن الجيش في تقدم، والتقدم هي بعزيمة الشعب السوداني وبعزيمة الجيش السوداني. والآن الجيش السوداني مقدم في كل المحاور سواء كان برا أو بحرا أو جوا، واليد الجديدة طبعا وصلت، والجيش شغال في مهامه، والنصر الجو شغالين في مهامه بالملي، وهو المشتركة في الفاشر شخال كبيض الجراد. صراحة الحرب في السودان أو الأحداث الأخيرة في السودان ميزت منو سوداني ومنو ما سوداني. وفي مجموعة كبيرة جدا من الشعب السوداني اللي هي بالذات الإقليم الغربي، طبعا لما نقول الإقليم الغربي كازين با كردفان ودارفور، ففي مجموعة كبيرة جدا بخد النظر عن قبائل عربية ولا خير، وفي قبائل عربية وقبائل أفريقية كلهم بيجوا شنو، بيجوا واقفين مع الضام السري و بيجوا ينتهكوا الشعب السوداني. والشعب السوداني الحمد لله ساهي، قدر يحدد كل الأملة، كل الخائنين، كل الواقفين ضد الوطن، والقانون يجري بجراه. طبعا الجيش السوداني سوف ينتصر، والشعب السوداني سوف ينتصر، والقوة المشتركة سوف ينتصر، وبعد ذلك الأمور تجري مجراها يعني. وأيضا ما زلنا بنرسل رسالة لكل الشعب السوداني، لأبي الناس الحمامة مربوطا،
الناس اللي مخيرة للسودان، الناس اللي بيحبوا السودنة، الناس اللي بيحبوا الأرض، الناس تقف خلف قواته المسلحة والقوة المشتركة وتطعم بكل ما تملك. صراحة الإنسان اللي هو له خيرة للوطن ما بيحتاج وصية ولا بيحتاج أدلة ولا بيحتاج تفاصيل علشان يقف عن وطنه، فهو عارف منو الحق ومنو الباطل، واتضح الحق مين والباطل مين. وكل الشعب السوداني الآن واقف وقفة رجل واحد بقلب مؤمن بأنه يا أخي القضية السودانية هي من مصلحة الجيش السوداني والشعب السوداني وفي كل المواقع، وبنسمع الانتصارات وشايفين الجيش السوداني مسيطر في الواقع والمواقع وفي الميديا وفي الميدان. من هنا خلينا أبركم برسل رسالة لكل نشطاء اللي هم الوطنيين اللي لهم خير للوطن اللي وقفوا مع القوات المسلحة وداموا بكل ما يملكوا، فعليكم التحية. استمروا في دعم قواتكم المسلحة، استمروا في دعم القوى المشتركة، استمروا في دفاع عن الشعب السوداني الأبي، استمروا في كلمة الحق. فالآن الميليشيا انتهى، ما فضل فيها حاجة، والناس هترجع إن شاء الله قريب جدا. فإذا أنت وصلت لحد هنا، شيرك واجب وطني، لايكك واجب وطني، سبسكرايب واجب وطني، علشان الخير تكون خيرا. وإن شاء الله الجيش السوداني والشعب السوداني والقوة المشتركة سوف ينتصرون بإذن الله، ما فضل الكثير، القليل فقط، وننتصر نصل إلى محطة الانتصار بإذن الله. فدمتم ودامت سوداننا بألف خير، الخزى والآر لكل من وقف مع القوة مع الجيش أو مع القوات الدعم السري، وقريب الشعب السوداني سوف ينتصر. دمتم ودامت سوداننا بألف خير.